بسم الله الرحمن الرحيم، اخواني الطلاب اخواتي الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم في شرح درس جديد من دروس اللغة العربية، ألا وهو ضمائر الرفع المتصلة. انتهينا من ضمائر الرفع المنفصلة وقلنا أنها تحل محل المبتدأ المرفوع، واليوم نتكلم عن ضمائر الرفع المتصلة. ضمائر الرفع المتصلة وهي التي تتصل بالفعل وتحل محل الفاعل المرفوع، لذلك قلنا أنها تكون متصلة بالفعل. في المثال الأول الذي أمامنا أخذنا أن الجملة الفعلية تتكون من ركنين أساسيين وهما الفعل والفاعل. فإن قلنا أن ترعرع عباس، هذه جملة فعلية تكونت من فعل وفاعل. هذه الفعل ترعرع وعباس هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب إن حينما نريد أن نصل الضمير بالفعل، أول حاجة لابد أن أحذف الفاعل، فإن حذفت الفاعل فلابد أن أعوض عنه بضمير. إن عوضت عنه بأول شيء من الضمائر التي معنا وهو ضمير وتاء الفاعل للمتكلم، حضرتك هنا الضمائر اللي قدامي زي ما هي مكتوبة على السبورة قدامك هيا، وهي تاء الفاعل المتكلم، تاء الفاعل المخاطب، ألف الاثنين، ناء الفاعلين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، نون النسوة. هنبدأ ناخد ضمير مع الأمثلة اللي قدامنا وهنشوف احنا قدرنا ندخله على الفعل ازاي حتى يصل المعنى. المثال اللي قدامي هاخد معاه أول ضمير وهو تاء الفاعل المتكلم، ببساطة جدا هروح حاذف الفاعل قدامي وهبدأ أدخل عليه الضمير. فلما قلت هنا ترعرع عباس حذفت الفاعل وعوضت عنه بضمير المتكلم وهو هنا تاء الفاعل المتكلم وقلت رعرعته. طيب الضمير الثاني اللي معايا وهو تاء الفاعل للمخاطب، هنا لما اقول اراد عباس ان يجرب، طيب لما اجي هنا حضرتك هروح حاذف برضو عباس واروح حاطط مكانه التاء. طب ازاي افرق بين تاء الفاعل للمتكلم وتاء الفاعل للمخاطب؟ بسيطة جدا، لما أنا قلت لحضرتك دلوقتي أهم حاجة عندي الحركات على الكلام علشان أقدر أنطقه نطقا صحيحا، فلما قلت هنا ترعرعت بضم التاء وهنا تاء الفاعل لأنها اتصلت بالفعل، فهنا فهم من الكلام أنني أقصد تاء الفاعل للمتكلم اللي هو المتكلم أنا. طب لما أقول ترعرعت أنا هنا قصدت بالتاء اللي قدامي تاء الفاعل للمخاطب. تاني عشان بس انتهي من القصه دي ما ارجع لهاش تاني، انا قلت لحضرتك على ان الجمله الفعليه بتتكون من فعل وفاعل دول ركنين اساسيين، قد ياتي المفعول به وقد لا ياتي. المثال الاولاني قدامي ترعرع عباس، ادي الفعل قدامي انتهى عن ترعرع، عباس هنا فاعل. طيب حذفت الفاعل هعوض عن الفعل ده بايه؟ بضمير. ايه هو الضمير اللي هاخده معايا؟ خدت عندي تاء الفاعل للمتكلم، لذلك انا هنا وضعت لما قلت رعرعت وتكلمت عن نفسي فوضعت هنا الضمه على التاء حتى تدل على تاء الفاعل للمتكلم. المثال الثاني لما قلت اراد عباس وانا حذفت هنا الفاعل واريد ان اتكلم عن تاء الفاعل للمخاطب فوضعت التاء هي ولكنها بالفتح، فأقول هنا أردت، يعني أقصد بها أنني أتحدث عنك أنت كمخاطب. المثال الثالث وهبدأ أدخل عليه ألف الاثنين، لما أقول يتحرك الجناحان، هنا حضرتك الجناحان هنا بتكلم على الاثنين، فلذلك هنا هنضع لها ألف الاثنين، يعني بدل أروح شايل الجناحان وأجي عند يتحرك هنا وأضع فيها ألف الاثنين في نهاية الفعل، فيبقى هنا يتحركان. أنا حذفت الجناحان وعوضت عنهم بألف الاثنين الذي اتصلت بالفعل هنا في نهاية الفعل حتى يدل عليهم الاثنين. المثال اللي بعده هنا تاني حضرتك، ولما جيت قلت لك درس عباس ورفاقي. طيب لما أقول درس عباس ورفاقي، هنا أدي درس انتهى الفعل عندي عند درس. طب أنا عندي ناء هنا اللي اتصلت بالفعل دي إيه؟ اللي هي ناء الفاعلين. الفاعلين دول هو مين؟ اللي هو عباس ورفاقي. هتلاحظ حاجة ان كل مثال تحس ان هو فيه تشابه بين التاني، لكن انت لو ركزت فيها هتلاقي ان كل حاجة تختص بيها بالضمير بتاعها في المتصل به. يعني يتحرك الجناحان في المثال اللي فوق، حضرتك الجناحان هنا اتصلنا بها الف الاثنين لانهم اثنين، فانا رحت حاذف الجناحان ووضعت بينهما الف الاثنين. طيب درس عباس ورفاقي، هنا حضرتك هم مش يعني اثنين، هي ناء الفاعلين اللي دلت على الاثنين اللي درسوا فقلت عليهم ناء الفاعلين، فحذفت عباس ورفاقي وعوضنا عنهم بناء الفاعلين. المثال اللي معايا بعد كده الثاني، ولما اقول تجمع الناس، طيب تجمع الناس نفس الفكره برضو، ادي عندي الفعل تجمع هنا وهتلاقي في نهاية الفعل اتصل به واو الجماعة. واو الجماعة اتصلت بالفعل ليه؟ لأن الناس هنا جمع، فقلت تجمع الناس، حضرتك تجمع فعل والناس فاعل. لما حذفت الفاعل في الجملة هنا وهو جمع لابد أن أعوض عنه بواو الجماعة.
المثال اللي بعد كده لما أقول لك فلتفخر أمة الإسلام، تمام. هنا لما أقول فلتفخر أمة الإسلام أقول فلتفخري، هتلاقي حضرتك هنا على إن أنا لما حذفت أمة وهي اللي بعد الفعل على طول عوضت عنها بياء المخاطبة فقلت فلتفخري. المثال الأخير وهي نون النسوة، إزاي نون النسوة هتدخل على الفعل اللي معايا لما أقول ينظر أن تلد النساء؟ حضرتك هنا تلد هنا الفعل والنساء هنا الفاعل وهنا حضرتك هي مؤنث، فعشان كده لما حذفت عندي النساء عوضت عنها بنون النسوة. الضمائر اللي قدامنا وهم قلت لك حضرتك وهم تاء الفاعل المتكلم، تاء الفاعل المخاطب، ألف الاثنين، ناء الفاعلين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، نون النسوة. الضمائر دي بكل بساطة بتدخل على الفعل، يعني تخص هذه الضمائر الجملة الفعلية. أنا قلت لحضرتك أن ترعرع عباس وأراد عباس أن يجرب، حضرتك هنا لما أنا حذفت الفاعل عوضت عنه بتاء الفاعل، التاء هنا أو الضمائر هنا بتحل محل الفاعل المرفوع. ركز معايا، أنا هنا حذفت الفاعل علشان كده عوضت عنه بالضمائر، هذه الضمائر هي حلت محل الفاعل. لو ركزت معايا في الأمثلة اللي قدامي هتلاقي إن كل مثال بيتكون من فعل وفاعل، أنا حذفت الفاعل وعوضت عنه بالضمير. فلما أجي أقول لحضرتك هنا دلوقتي في ترعرع عباس هقول إن ترعرع فعل ماضي مبني على الفتح. طب هنا التاء هنا إيه؟ التاء هنا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. تمام؟ ما تجيش تقول لي حضرتك ان التاء هنا هي فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه، لان قلت قبل كده هو ليس فاعل صريح، فهقول هو ضمير متصل في محل رفع فاعل لانه جاء محل الفاعل. يبقى هبدا بس الخص معاك الدرس اللي معانا بكل بساطه، ان انت لازم تحفظ الضمائر اللي قدامنا. لو انت حفظت الضمائر اللي قدامنا وقلت لي ان الضمائر هم سبع ضمائر، تاء الفاعل المتكلم، تاء الفاعل المخاطب، الف الاثنين، ناء الفاعلين، واو الجماعه، ياء المخاطبه، نون النسوه. هذه الضمائر بتتصل بالفعل، الفعل هنا لان الجمله الفعليه بتتكون من فعل وفاعل، هتحذف الفاعل وهتعوض عنه بالضمير كما في الامثله اللي قدامنا. وهنا هتلاقي حضرتك ان الضمير اتصل بالفعل وحل محل الفاعل المرفوع. وفي حقيقه الاعراب اللي ان شاء الله هناخده في الايام القادمه هقول لك ان الضمير مبني في محل رفع فاعل لانه حل محل الفاعل المرفوع. وبكده أنا أكون انتهيت معاك من الضمائر المتصلة. باقي معانا بس إن أنت هتكتب الواجب عندي في بعض الأمثلة في صفحة 132 و133، كل اللي هتعمله إنك هتحطها في الجملة بتاعتها وهتختار الفعل المناسب ليها. الصفحتين دول في الكتاب هتلاقي عندك الأمثلة، كل اللي هتعمله هتحط الضمائر في الفعل عشان تقدر تكون الجملة المفيدة. وأنا بكده أكون انتهيت معاك من ضمائر الرفع المتصلة، على أمل إن شاء الله أن نكون فهمتوها بطريقة مبسطة وشرح وافي. أشكركم وإلى أن ألقاكم في لقاء آخر.